بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الرياضيين، طابت جمعتكم وطاب مساءكم أينما كنتم أينما تواجدتم، ولقاء يجمع ما بين السحاب والعقبة على ملعب الأمير محمد هنا بالزرقاء، ما بين صاحب المركز السادس والمركز السابع صافرة محمد الزامل. حكم الساحة تنطلق في هذه اللحظات، كرة الآن محاولة للعقبة في الاندفاع، الخطوط الأمامية، كرة وجول. منذر رجع في الإبعاد، كرة مشتركة، محاولة وتصويبة حاضرة، ولكن أمام لاعبين، محاولة قائمة للعيساوي، العيساوي والرازم، ثنائية ممتازة، جول. الله، يأخذ نفس العيساوي، يلعبها على المرمى مباشرة، جول جول. هدف أبيض، حمزة الصيفي بكرة مرتدة سريعة لسحاب، بينية موجودة خطيرة، جول جول جول. هدف أول لسحاب، أبو كبير يسدد، أبو كبير يسجل، يكسر الصمود، يكسر الجمود، وينهي التماسك في أرضية الملعب، وفرحة سحابية، فرحة سحابية بهدف أول، بهدف أول. شوف عملية الهروب، شوف الهروب من أحمد أبو كبير، هو هرب، يصير بجوار العقبة بعشر نقاط. كرة ملعوبة، تصويبة، حلوة، ما زال يريد الاستفاقة في أرضية الملعب، العقبة بعرضية، العقبة بجول، العقبة يسجلون، العقبة يضعون البصمة في أرضية الملعب، العقبة برأسية البحارة يبحرون في أرضية الملعب، هدف عقباوي، هدف التعديل، وياسر الرواجدة، ياسر، يا سلام. شوف قصة الهدف، شوف العرضية من يمين ملعب المواجهة، أحمد العيساوي بلعب كرة عالية، ضربة رأسية، محاولة مستمرة، دربكة في الخطوط الخلفية، العيساوي يعود الكرة، ضربة هوائية ولكنها ما اكتملت، محاولة مستمرة، أبو حلاوة بعرضية رأسية، وصافرة الحكم أيها السيدات والسادة من محمد الزامل، يعلن نهاية المباراة بالتعادل ما بين السحاب والعقبة بهدف مقابل هدف.